قالوا ما حدا طلتها ما عاد يحق انه يتجوز مره ثانيه فوق هاي. ليش بقى؟ لان عن اربع نسوان قتلك الهنا. ان شاء الله بيسلموا الايدين. يلا يا صبايا شبكوا وقولوا غضبون. يلا قوموا على اسمعوا يا جماعه، ابني صفوان خطب بنت اخته لسالم بيك، يعني بنت بكوات، والعرس الخميس الجايه، وكلياتكم معزومين على العرس. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم وعقبال اولادكم ما ياخذوا بنات بكوات مثل ابني صفوان. يو معقوله؟ ايش هالجنة؟ قال بنت اخته للبيك. ايه انو بيك بده يعطيهم بنت اخته؟ هي عم تشاكر ام عبده وتغيظه. ايه اهلين، تفضلي. يلا دقوا دقوا. امي رصي زكيه، امي رصي زكيه. العريس المعازيم عم بيستنوا. لك تقبريني، يمكن بيستحي يفوت بين النسوان. بيستحي؟ ايه هيك. يلا رح قلن المعازيم يمشوا. يا مو الله يرضى عليك، يلا فوت لعند عروستك. لك يلا خلصني شبك، روح يلا يلا يلا. ايوه ولا لا 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 لا. يا مو شبك ليش هيك مكونين اللحف على الارض؟ وين اللحف؟ هدول. لك لا هدول مو اللحف، هي عروستك لك ابني، بس هي ما شاء الله مربربه. روح لك روح خلصني. او لا 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 لا. هي العشاء محطوطة على الترابيزة، بدك شي يا مو؟ يسلموا ايديكي يا مو، يسلموا ايديكي. ادعي لي. أهلين بنت عمي، أهلين، نورتي بيتك ومطرحك. ما شاء الله ما شاء الله، تسلمي لي. يا هيك العرايس يا بلا. تقبري قلبي، ليش عم تبكي؟ والله لا أسعدك وهنيكي، بس بقى فردوس حرقتي لي قلبي. ليكون عم يجعك شي احكيها. لكن شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ يا الله
جوعانة؟ خس الجوع. يا أرض احفظي ما عليك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا رب. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شو هالسفرة؟ يلا 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 يلا. إن شاء الله صحة. عمهلك عمهلك. بنت عمي إذا جوعانة بروح بجيب لك مجدرة. ليش هنكون مجدرة؟ إيه رح أقوم بجيب لك صحن. لا جيب لي الطنجرة فرد مرة. طنجرة. فرد مرة. الله يبارك فيكي يا مو. مبروك سهرة مبروك. الله يبارك فيكي حماتي. لفوت اطمن على بنتي. لا لا ما في داعي. عمهل عمهل لسه عم تتعشى. يا مو. نعم يا مو. وين طنجرت المجدرة؟ لك هاك على الكبت مثل ما هي. يو شو هاد لك امي؟ تعال هم وحلوة فوتها هي. واقف لاسكب لك اياها بشي صحن. صحن؟ ايه. لا يا مو ما في داعي، ما بتعرف شي لسه. شو يا مو؟ شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ مو شايفتيها؟ مضيت أكلونه؟ يعني لهلأ ما صار؟ لهلأ ما صار؟ ورجيني شو هادي اللي عجبينا؟ يا مو مبارح ونحن نايمين رفستني وقعدنا عالتخت عجبيني وأول مبارح رفستني بس هديك بغير قرني. إيه بعد لي حمى لك شو هالحظ اللي إلك لك ابني؟ الحمد لله. يا ما والله بعرف بس ما قدرت احكي معه انه لكلمه خجلت منه. طيب هن ما عندهم خجل والله لو كانوا دواب ما بيعملوا هيك شيء يعني شو ما عليهم بس. لا لا هاتي عنك يا ما هاتي. بكره بس تيجي فردوس بدي خليها تنظف وترتب كل البيت. ليش وين فردوس بعدي؟ راحت لعند بيت اهلها قال مش هي تنام عندهم ليله. ايه ليش مو كل جمعه بتاخذها لبيت اهلها؟ ما كان لازم قبل ما تروح تنظف وترتب البيت؟ اخ يا مو اخ قال اتجوزنا لنستير رزق الله ايام العزوبيه. يي اكلين كل العنبات ولي على عيونه مو مخلينه ولعنقه
كنت مخبيته لرمضان لك ابني. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار.